بعد نشوة الفوز التي حققتها عناصر القلعة الحمراء بالعاصمة الاقتصادية بيجون يوم السبت 30 من شهر يونيو الماضي، عاد أبناء المدرب الإسباني بينيتو فلورو إلى مدينة الدار البيضاء منتشين بفوز خارج الميدان. وبالعودة إلى تفاصيل المواجهة، كانت العناصر الودادية السابقة إلى التسجيل أكثر من مرة، لكن تمريرة سعد عبد الفتاح للاعب ياسين الكحل أعطت أكلها مانحة السبق للحمر والفرحة لمحبي الحمراء. زملاء نادر المياغري هددوا مرمى الخصم أكثر من مرة لكن دون جديد يذكر. عناصر أكاديمية أمادو ديالو حاولت اختراق الجدار الدفاعي للحمر لكن ذلك لم يتأتى لها أمام صلابة دفاع الوداد الرياضي البيضاوي، لتختتم المواجهة بتقدم عناصر القلعة الحمراء على نظيرتها الإيفوارية بهدف دون مقابل. مواجهة تنفس من خلالها الصعداء جمهور الحمراء، لكنها بالمقابل قد تحرمه من خدمات هشام العمراني في لقاء الذهاب على أرضية محمد الخامس يوم السبت 14 من يوليو الجاري. فالحمد لله استطعنا باش نجريو الماتش ديالنا ونجيبو واحد النقطة اللي تأمينا اللي تخلينا نلعبو بارتياح إن شاء الله داخل الأرض ديالنا. وتنتمنى من هذا المنبر باش نطلب من الجماهير فريق الوداد البيضاوي باش أزرنا في مقابلة الإياب. الحمد لله بداية جيدة، انتصار خارج الملعب، غنستقبلوا فريق من هنا بعد 15 يوم، نتمنى ان شاء الله ان نحققوا ان شاء الله انتصار ونمروا ان شاء الله لدور المجموعتين. إين إيكيب تري تكنيك تري موبيل اي سيرتو تري انجاجي. Une équipe plus expérimentée que la nôtre, ça il ne faut pas se le cacher aussi. Donc voilà, ce sont ses atouts. Nous on a une jeune équipe, nous n'avons que 7 ans d'existence, donc il va falloir travailler énormément pour atteindre le niveau de cette équipe.